السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. للي أول مرة يشوف قناتي دوس حالا على زر الاشتراك وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد، واللي مشترك عندي يا ريت تدعمني بلايك. معاكم شيماء الشيخ، مصممة وسائل تعليمية، وقناتي تدوير برونز تدوير وتعليم. زي ما تعودنا معاكم ان كل شغلنا من البيت، كل حاجة من البيت بندورها وبنعمل منها اشكال حلوة، وخامات سهلة جدا، وخامات مش بنرميها مش بنستعملها، يعني لا بكلفك ولا بخليكي تغرمي اي حاجة. النهاردة هنعمل شغلنا ديكور شكله جميل بالورق، وممكن الاطفال يساعدوا معاكي ويعملوا معا. هيبقى معانا الورق ده، وهنعمل مع بعض الرول اللي بنعمله دايما اهو بسهولة جدا. هتعمل تلف ايدك كده، لو مش بتعرفي ممكن تجيبي خلة وتحطي الورق على الارض وتعملي بيه الرول ده. عملنا مع بعض المجموعة دي اهو قدامنا، مش هنحتاج كتير، وهنقص مع بعض الاطراف عشان مش هنحتاج الاطراف، الاطراف شبه ضعيفة شوية مش هنحتاجها معانا. هنقص الاطراف قدامكم عشان عايزين الشكل متساوي، وهنا برضو هنقص الاطراف زيهم كده، الشكل عندنا هيبقى متساوي من هنا ومن هنا. هنبتدي مع بعض ونوريكم هنعمل ايه. هنا معانا هنحتاج الاثنين دول صغارهم شوية اكتر من كده كمان، هنعوزش مساحة كبيرة، هنعوز كده قد بعض، نحاول نقص يعني حاجة بسيطة. برضو احنا هناخد المقاس مع بعض، هنشوف كده مع بعض وننزل الكاميرا بتاعتنا. ياريت اللي لسه بيتابعني يشترك في قناتي برونز تدوير وتعليم، وياريت تفعلوا زر الجرس عشان يوصلوك كل جديد. ان شاء الله لسه عندي حاجات كتير وافكار كتير ان شاء الله هنعملها مع بعض. عايزين الشكل ده، وعايزين برضو ده نقص شوية، هناخد مقاس منه. كده هنعوز المقاس ده كده، هنركب الحاجات دي على بعض. هنعوز كده ونعوز التاني كده، هنعوز الشكل ده، هنثبته الاول ونكمل مع بعض. وهنبتدي نثبت مع بعض التلات اشكال دول كده. نحاول نحط ايدنا وننزل عليهم شمع علشان يمسكوا ببعض كده. وهنيجي هنا نلزق هنا وهنا، هنعمل زي شكل البيت زي ما هو موضح قدامكم كده. الطرف يعني حتة بسيطة كده تبقى باينة، الناحية التانية برضو. نيجي هنا ونثبتها كده. كده معانا شكل البيت، شكله جميل جدا. وهنبتدي مع بعض نعمل بقيته معاكم. هنعوز اتنين تاني، انتوا ممكن تعدوا الاشكال تشوفوا احنا استعملنا كام واحد. احنا هنعوز اتنين تاني كده، بس برضو هنقص منهم ونصغرهم شوية كده على قد المسافة دي، احنا مش عايزين زيادة، عايزين كده بس. انتي طبعا خدي بالك تقصي من هنا ومن هنا، ما تاخديش من ناحية واحدة علشان ايه ما يفلتش الورق منك كده. هناخد المقاس تاني ونقص كده وكده. انا ممكن اجيب المقاسات جاهزة، بس انا بصراحة بحب اشتغل قدامكم عشان تعرفوا احنا بنعمل ايه. وبرضو هناخد نفس المقاس، مش هنحتار في التانية، هناخد نفس المقاس زي دي، بس زي ما بقولك تقصي من هنا وتقصي من هنا عشان الورق ما يفلتش معاه، لان الورق ده ايه رول احنا عاملينه، مجرد ما عمل هيفك مننا. نظبط كده ايدينا اهو ونقص. هنيجي هنا نعدل الشكل بتاعنا اهو، نشتغل كده بالعرض عشان يبقى باين في الشاشة بتاعتنا كده. هنجيب الورق كده وكده ونثبتهم هنا، نثبت مع بعض كده، نثبت هنا ونثبت هنا. اول ما نثبت
هيبتدي الشكل بتاعنا ينتظم ويبقى ماسك معانا كده. تانية زيها كده. خلصنا تثبيت الشكل البيت بتاعنا، هنبتدي نجيب ورق الكنسل ونعمل ورود. هنوريكم نعمل ازاي. هنجيب ورق مستعمل كالعادة ونطبقه على اربعة كده كده، سهل جدا. وهنيجي هنا ونطبقه كده، نعمله مثلث كده، هيبقى معانا الشكل ده. عايزة تعلمي عايزة تقص على طول، انت وشطارتك بقى، ممكن نعلم وممكن نقص على طول، بس انا ايه اقص على طول، وانت عايزة تعلمي علمي كده. عشان الشكل ده هنا يطلع زي ده ترجعي كده وتقصي من الناحية دي تاني، تاخدي نفس المسافة علشان يطلع اتجاه واحد كده. هنفتح مع بعض، هنلاقي الوردة الجميلة بتاعتنا ظهرت. هنعمل الورود دي على ورق كانسون ونرجع له كده. عملنا مع بعض يا أصدقائي الورود دي قدامكم ورق الكانسون. الورق ده ورق مقوى معروف من زمان، يعني معروف في المكتبات هتلاقيه بسهولة. الأشكال سهلة جدا، وردة فوق وردة زي كده مثلا، بيجيب الوردتين فوق بعض ونحطهم كده ونلزقهم، بس نحاول ايه ما نحطهمش بنفس الشكل كده، لا نحاول نخلي الوردة تلف معانا شوية كده يدينا نفس الشكل ده. وعلشان ناخد الميلة دي او الوردة هي مفتحة كده مثلا، التاتش ده مثلا، بنعمل كده بأي حاجة بيديك ايه نفس الشكل، مقص اي حاجة معاكي هتديكي نفس الشكل ده. عايزة تخليها لفوق خليها، عايزة تخليها الشكل كده للعكس لفوق كده برضو هتنفع معاكي كده. الطريقة سهلة، وطبعا الفوم عملنا منه الاشكال دي سهلة جدا. يا اصدقائي جبنا اللون الاحمر مع بعض، وهنشوف دلوقتي هنعمله ايه. قبل ما نكمل احنا هنجيب الورق الكانسون الباقي من الورق ده، وهنعمل قلوب. الشكل ده ممكن يتعمل بالقلوب بالورد خالص، بس احنا حابين ايه نغير ونعمل شكل القلوب معاكم. شكل القلوب سهل جدا اهو، تتني الورقة وتعملي كده وتنزلي بيها لتحت. كلنا بنعرف نرسم القلب او نقصه، سهل جدا. نقص حتة تاني عشان يدينا شكل احلى اهو، ونجيب ورق ابيض وبرضو نحطه عليه كده. عملنا الورق الابيض برضو قلوب زيه، نجيب نحط الشمع كده ونلزق ونعمل القلوب كده زي ما شايفين كده. عملنا تلات قلوب سهلين جدا. وهنشوف دلوقتي هنعمل ايه. نجيب مع بعض البيت بتاعنا ونيجي هنا من تحت هنا ونعمل تلات خيوط ستان صغيرين، اتنين صغيرين وواحد كبير. هنجيب كده اول واحد هنا، ناخد المقاس قد بعضه عشان دي نتني كده، نعمل حساب اللزق. هنجيب كده ونقص اتنين قد بعض عشان ما نغلطش، نقيس قد بعض. والتالت هنطوله شوية عشان ايه يدينا شكل جمالي حلو كده. هنركبهم هنا عشان معادي الفيديو، بس هنركبهم كده. ثبتنا الشكل قدامكم زي ما انتوا شايفين. احنا دلوقتي هنركب الورود بتاعتنا، نشوف هنركبها ازاي. احنا هنجيب اول حاجة الوردة الحمراء نحطها هنا، والوردة البامبي نحطها هنا، يعني على ذوقك تعملي حاجات كده ايه سهلة كده ان شاء الله. فهنثبتهم مع بعض كده. ثبت التالتة كده. تثبيت الستان سهل طبعا، مش محتاج ان نضيع وقتنا عليه كده معاكم. وهنجيب القلوب ونحط التلات قلوب تحت كده كده. ثبتنا التلاتة مع بعض، نوريكم بالكاميرا كده. هننزل كده شوية وهنجيب قلب هنا كبير ونحطه هنا
بالورق ممكن تعملي افكار كتير حلوة سهلة جدا، مش مكلفة عليكي، وتعملي شكل جمالي مش مكلف ابدا عليكي. هنيجي هنا نحط وردة علشان تدي منظر برضو، ايه كمل الشكل معانا كده. كده يا اصدقائي نكون خلصنا الشكل بتاعنا. ممكن لو عندنا استرسات عندنا اي حاجة، ممكن لو حابة تحطي حطي، لو مش حابة خلاص هي شكلها شيك جدا كده، مش محتاجة اي حاجة. احنا عندنا هنا شوية الاسترس ده زي الالمازات كده حلوين، شكلهم جميل. اي اضافات من البيت ما تكلفيش نفسك، لو مش حابة تحطي بلاش منها، بس انا ايه كل ما الشغل يكون عالي معاكي، كل ما يكون باين التكلفة بتاعتك حتى لو كانت من البيت بتكون شكلها اشيك واحلى. ما تسترخصي ما تسترخصيش في حاجة البيت، في حاجة انت هتحطيها في بيتك والناس لما تشوفها مثلا تقول انك انت شارياها، انك انت هيبان الشغل فيها كده. مش هنكتر بس ما دام موجود نحط. على فكرة انا على قناتي هتلاقوا في اعادة تدوير لاعادة التدوير نفسها، يعني الحاجات دي ممكن لو الشكل ده خلاص عمل اللي عليه بقى وزهقنا منه ولا كده اخلي ده كله واعمل شكل تاني. هتلاقي الافكار كتير عندي في القناة بالشكل ده، بعمل اعادة تدوير لاعادة التدوير تاني، لان احنا بنحب التغيير، بنحب نغير، بنحب دايما نغير في حياتنا بصراحة. الملل وكده انا ما بحبش الحاجة تقعد كتير عندي، ولو جه عليها تراب جه عليها كده خلاص بقى نفضها او كده او نغيرها خالص. كده شكلها ادى شكل احلى بصراحة، وادى لها تحس ان برضو مصروف عليها. بكده يا اصدقائي نكون خلصنا الفيديو بتاعنا، يا رب يكون جميل وخفيف على قلبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وكل سنة وانتم طيبين.